لبنان بلد يعاني، بلدنا معلق على الصليب، ينتظر نور القيامة. فقال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب للصيد. فقالوا له: لذلك يجب أن نساعد مجتمعنا اللبناني على إيجاد معناه في الله. الحلم المتأصل في الإنسان لم يعد موجوداً. يجب مساعدتنا على تعلم أن نحلم من جديد. إنه لخطر عظيم، لذلك تحتاج الكنيسة المارونية أكثر من أي وقت مضى للاستماع لبعضهم البعض وإيجاد بذور الرجاء لقيامة وخلاص مجتمعنا المتألم. رغم هذا الوضع اللبناني المحفوف في المخاطر، يحب اللبنانيون البقاء في بلدهم. إنهم معجبون ببحرهم وجبالهم وسهلهم، لكن الواقع يثقل كاهلهم. إنه شعب يعشق الحياة، صامد، يولد من جديد في كل مرة من تحت الغمام. هذا ليس خيالاً، ولكنه ثمرة مبادرة شخصية ومصالحة مع الذات ومع الله ومع الإنسان ومع الطبيعة. هذا هو مشروع لبنان: ترميم المحبة من ترميم المعية، وترميم المعية من ترميم المحبة. هكذا يقوم لبنان ويكون بلد القيامة.